بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عفت السادات. تحياتي لحضرتك دكتور عفت. تحياتي يا ستي، اهلا بيكي، اهلا وسهلا. طبعا يعني نقول مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هو طبعا يعني احنا قضاء مصر الشامخ دائما ابدا ثقتنا كبيره فيه، ويعني الحمد لله احنا بنقول ان الحكم هو عنوان الحقيقه، وبنقول يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله، صدق الله العظيم، يعني الحمد لله، يعني ربنا انصفنا، ويعني ان شاء الله كده ربنا يقدرنا على ثقه اهلنا في الدايره، ويقدرنا على ان احنا يعني نقوم بواجبنا وبمسؤوليتنا تجاه اهلنا في الدايره وتجاه بلدنا مصر كلها ان شاء الله. طيب دكتور عفت، يعني بعد ما قلنا مبروك، بس احنا عايزين نعرف ايه هي ملابسات الطعن وايه اسباب الاستبعاد اساسا؟ هم الحقيقه استغلوا، هو انا باعتباري اولا، انا باعتباري رئيس لحزب السادات الديمقراطي في المرحله الانتقاليه، تقدمت في الانتخابات كمستقل، فهم الحقيقه طعنوا على صفتي باعتباري رئيس للحزب لم تذكر في الاوراق، فللاسف كان القرار المبدئي هو بالاستبعاد نتيجه عدم ادراج رئاسه الحزب ضمن الاوراق، ولكن الحمد لله المحكمه الدستوريه، المحكمه القضاء الاداري، يعني الحمد لله انصفنا بالحكم النهارده، والحمد لله اعاد الامور الى وضعها الطبيعي. يعني طب دكتور عفت، يعني حضرتك هتبدا جولتك الانتخابيه امتى، خاصه ان الوقت الى حد ما قرب؟ يعني والله انا موجود يعني بين اهلي هنا في المنوفيه، وانا ما بطلتش ابدا الجولات لثقتي في ربنا سبحانه وتعالى ولثقتي في موقفي، وانا يعني بباشر زياراتي، وانا كل يوم يعني في قريه مختلفه بين اهلنا هنا في مركز تلا ومركز الشهداء. يعني طيب يعني برضه شقيق حضرتك الاستاذ زين صمم على خوض الانتخابات البرلمانيه يا فندم. أنا عايز أقول لحضرتك إن الدايرة فيها، ما هو دي النقطة بقى يا فندم، هل ده هنسميه انشقاق ولا نسميه إيه يا دكتور عفت؟ أفندم؟ ده نسميه انشقاق ولا نسميه إيه بالظبط؟ لا لا أبداً، أنا نسميه منافسة، نسميه لأن الدايرة فيها 23 مرشح وكلهم إخواتي، يعني كلهم زي الأستاذ زين يعني. فده شيء ما إحنا لا ننظر إليه على الإطلاق. أهل، أنا عايز أقول لحضرتك إن أهل مركز تلا والشهداء عندهم وعي كبير، وعندهم يعني حس سياسي كبير، واعتقد انهم يقدروا من خلال السيره الذاتيه لكل مرشح انهم يختاروا الانسب لمصلحه المركز. طيب سؤال يعني بيلح على، يعني اول ما تيجي سيره يعني الدكتور عفت السادات او الاستاذ زين السادات، عايزين نعرف النائب محمد انور السادات بيدعم مين فيكم يا فندم؟ لا، هو الاستاذ محمد، عشان نبقى واضحين، هو اعلن صراحه انه في هذه الجوله هو على الحياد الكامل، وبيترك لاهل الدائره يعني الاختيار طبقا لرؤيتهم مين يستطيع انه يخدم الدائره في هذه المرحله. وده شيء يعني في ظل الظروف اللي هو فيها طبعا احنا مقدرينه، وزي ما قلت لحضرتك اهل المركز على وعي كبير، مركز تلا والشهداء من المراكز المتميزه في الوعي السياسي والفهم، وبالتالي احنا بنترك الامر لاهلنا في اختيار الاصلح في المرحله القادمه ان شاء الله. طيب تحالف التحالف الاغلبيه دعم مصر بيساند حضرتك او بيدعم حضرتك ولا لا يا فندم؟ والله هو حتى الآن لم يتم أي إعلان من جانبهم، ولكن خليني أذكرك أني أنا في الجولة السابقة اللي ما توفقتش فيها كنت مع دعم مصر، وكانوا من المؤيدين لوجودي في الدائرة، فيعني أتصور أن هذا الأمر قد يكون واضح أكثر بعد إن شاء الله الانتخابات والتوفيق، إذا ربنا أراد أن أنا أنال ثقة أهل الدائرة. أعتقد أن الأمر الطبيعي أن أنا أكون موجود إن شاء الله ضمن الائتلاف دعم مصر إن شاء الله. طب يعني حضرتك مرشح الائتلاف يا فندم؟ لا يا فندم، أنا ما أقدرش أقول الكلام ده لأن الائتلاف له رئيس، وحتى هذه اللحظة لم أبلغ بأي شيء، ولكن أنا بحكم انتمائي للائتلاف من الدورة السابقة بعتبر نفسي أن هذا الموضوع تحصيل حاصل. طيب الدكتور عفت السادات، يعني كل الشكر لحضرتك، وبنبارك لحضرتك تاني، وبنشكر قضاءنا قضاء مصر الشامخ، ونتمنى لحضرتك التوفيق بإذن الله.